الرئيسي بالنسبه لنا من وجهه نظر القطاع التجاري او الرؤيه مهم جدا ان احنا لازم برضو تعرف احنا فين في ودورنا ايه، لان احنا يهمنا ان احنا نبقى من العوامل الرئيسيه لنجاح ودعم الاقتصاد القومي المصري. النهارده لما اقول لحضرتك ان انا بحقق حجم التداول في شرق بورسعيد بيمثل 40% من حجم التداول في جمهوريه مصر العربيه. لما اقول لحضرتك ان انا بتداول 90% من حجم التداول يخص تجاره الترانزيت. تجاره الترانزيت ده عايز اقول انه عامل من العوامل او من الانشطه المهمه جدا، زي ما انا قلت كده ان انا يبقى عندي التنوع في تقديم الخدمه. فمصر كدوله عندها مواني خاصه بالصادر الوارد، وجودك على في شرق بورسعيد على المجرى الرئيسي لقناه السويس يقدر يجذب هذا النوع من التجاره، تجاره وتداول حاويات الترانزيت. الترانزيت هو الحاويات اللي بتنزل على الرصيف وبتيجي سفن صغيره تاخدها وتوزعها في شرق وجنوب المتوسط. اذا انا بنافس في شرق وجنوب المتوسط مع المحطات اللي موجوده والمواني اللي موجوده، وان مصر يبقى مركز لتجاره وتداول. هو ده الهدف الرئيسي بتاعنا، ان احنا نبقى المركز الرئيسي. السفن اللي داخله قناه السويس سواء من الجنوب او من الشمال تتوقف في شرق بورسعيد، تقدر تتداول حاويات الترانزيت، تيجي السفن العابره او السفن الصغيره تقدر توصلها للمواني، علشان السفن العملاقه ما بتقدرش تدخل في المواني نتيجه طبيعه الاعماق والدرافتات بتاعتها. فاحنا عندنا ميناء محوري، ميناء استراتيجي موجوده على اهم ممر ملاحي في العالم هو قناه السويس، بيستوعب هذا الحجم من السفن العملاقه. هو ده المهم. اقدر بقى انا اقدم له الخدمه من وجود محطه تقدر تتعامل مع هذا النوع من السفن، يحطني على خريطه التنافسيه. فبالنسبه للاقتصاد القومي المصري احنا شريك رئيسي داعم، بنقول دايما انه ازاي نحقق النجاح سواء من كشريك وكمان كلاعب رئيسي مع الحكومه المصريه.